له يا انا يامك يا انا يامك. ما شفتش انه كان متحملني رغم ان ربنا ما رزقناش بعيل، وغيره اتجوز بعد شهر ولا اتنين لو مرته ما حبلتش. ما فهمتش ان انا بس اللي اقدر اخليه في يدي واخليه يحبني اكتر واكتر. ما قدرتش اعمل اللي عملته فريده. اسمعي كلامي، خدي حسن واهربي من الغم اللي احنا فيه. اسمعي كلامها، كلام نادية صح، كل كلامها صح، بس الواحد ما بيفوقش ولا يعرف الصح اللي لازم يعمله إلا ما ياخد على عينه. وانتي حامل زي ما أنا حامل دلوك، وأنا هقولك تعملي إيه يا ريتال. أنا مش متضايقة منك يا نادية، بالعكس كل كلمة قلتيها صح، وأنا عايزة أنصحك نصيحة، يا تاخدي بيها أنت وريتال يا ما تاخدوش بيها. ولدك لما يكبر وشايف قليل غير أبوه، محدش هيحبه غير أبوه، أبوه اللي هيقطع من لحمه حتة حتة عشان خاطره. وأنت يا نادية أنا جايبالك عريس، انسي مروان، مروان مش هيرجع لك تاني ولا يشم ريحتك بعد النهارده، مش عشان هو بيكرهك لا، ولا عشان شايل منك، بس عشان خلاص حياته بقيت مليانه وانا اللي مليتها عليه. وزي ما انت قلتي انا عرفت اعمل اللي ما عرفتيش تعمليه. طمني، انا عارفه ان خلاص مروان ما عادش عايزني تاني، واني خلاص طلعت من دماغه، بس دماغ مروان مش معاكي ولا معاي، مع حد تاني خالص، مع زينب. ايه اللي انت بتقوليه ده يا نادي؟ انا بس بوعيها، الست كتر خيرها جايبالي عريس، انا عايزاها تحافظ على بيتها وجوزها وولادها اللي جاي في بطنها. متشكره قوي انك نبهتيني، بس اللي يتجوز فريده ما يقدرش يدير وشه ولا حتى يقدر يشم ريحة غيرها. فكري، العريس مستني. يا ترى بقى مين العريس ده يا ست فريد؟ المأمور. انتم عارفين وانا عارفة انه عينه كانت منها من الاول، وانا من رأيي يعني تقولي اه، الراجل قلبه واجعه ما بينامش الليل. وابشرك هو قال هيجيب لك شقة في مصر، يعني هترتاحي من الهم والغم اللي كنتي بتقولي لريتال ابعدي عنه. فكري يا حبيبتي. سلام. مستفزه قوي على فكره. يا رينا. ماما كويسة؟ اه يا حبيبتي كويسة. شفت اللي حصل يا عبد الحكيم؟ أمك فين يا مروان؟ كنت عايزة أجيبها معايا، سابتني وروحت على البيت. فريدة خدي زينب واطلعي لفوق. أنا تحت أمرك يا عم الحاج اللي تأمر بيه. أنا زي بنتك والبيت بيتك، تعالي يا حبيبتي. يرضيك اللي حصل ده يا كبير؟ شفتي بنتك عملت ايه يا كارينا؟ وانت برضه بتصدق الكلام ده؟ تتجننتي؟ عايزه تقولي ان جبريه تعمل كده ومن غير سبب؟ وهي لما قتلت عبد الله اخوك كان في سبب؟ الكلام ده مش صح. لا صح، وصل ابوك هو عارف. انا؟ قولي يا عبد الحكيم، هي بنتي ممكن تسقط بنتك ليه؟ على فكره مراتك هي اللي عملت كده. جبرية تقتل حفيدها لما ولعت بينا البيت فيا انا وولاد اخوك، ما هي برضه كانت هتقتل حفيدها. انت بس اللي مش عايز تسمع ولا عايز تشوف. ريتال حامل من حسن، يعني شايله حفيدك.
وانا عارفه ومتاكده لو رتال بنتي كانت قالت لك يا عمي انا عايزه لبن العصفور هتجيبه لها من تحت تقطيع الارض صح وانا غلطانه. لا انت عايزه تقولي ان جبريه كانت هتقتل بنتها تتجننتي. اتجننت كمان لما بقول لك مراتك قتلت اخوك عبد الله. اللي بيحصل ده يا عبد الحكيم مش بيني وما بينك، ده بيني وما بين جبريه. جبريه عايزه تشوف ولاد عبد الله مرمين في الشارع بيتمرمطوا وكلاب السكك بتنعش في العمر. عمتي انت خلاص لازم ترجعي مصر، احب على يدك واللي انت عايزاه هتاخديه. قولي لي انت عايزه كام وهيكون في رصيدك في البنك. انت يا ابويا خلاص ما يصحش كده، انت دلوقتي العمده واللي بيحصل ده كتير وكتير قوي كمان، لا هو في صالحنا ولا صالح البلد. انا مش عايزه حاجه، انا عايزه اللي عمل كده يتحبس. امي امك يا مروان. لا لا يا عمتي خلاص الحدوته خلصت خلصت، ولو عايزه تقولي كلام مش زين ما تقولي شيء، ومحدش في الدنيا دي يقرب من امي او يعمل اي حاجه حتى لو عملت اكتر من اللي عملته ده مليون مره. المسؤول عن امي هو واحد الكبير. يا زين ما خلفت يا كبير. البلد كلها اتقلبت عشانك. يعني ايه؟ ما كنتش عارفة انك مهمة كده عند عمك ولاد عمك. لا انا طول عمري اهم واحدة في العيلة، حتى ابويا الله يرحمه لما كان عايش كان بيحبني انا اكتر واحدة في اخواتي. ذكية نعمة من عند ربنا وحلوة. الحلاوة حلاوة الروح. لا كلام. أيوة كلام. بتقولوا الحريم العفشة عشان تصبر بيه نفسها، إنما الراجل يحب المرة اللي على الفرازة المتقسمة اللي عقلها يوزن بلد. غريبة، مع اني كنت فاكره ان الرجاله ما بتحبش الست اللي بتفهم. ما ده برضه من ضمن الهبل اللي الستات عايشه بيه، عشان الراجل يحب المره اللي تفهم وتقدر اللي توقف وراه وتخلي كل الناس تقول عليه سيد الرجال. برافو، شكلك عندك خبره كويسه قوي في الرجاله. طبعا ميل تتجوز مره ويكون جوازها بايظ، لما تتجوز مرة تانية تفهم وتقدر، وخصوصي إذا كان الراجل راجل صح. عايزة إيه؟ بقولك إيه؟ أنا ماليش في اللف والدوران وما بحبوش يا فريدة. ابعدي عن مروان يا زينب. إيه ده؟ كده خبط لزق كده؟ خبط لزق؟ لزق خبط؟ ابعدي عن جوزي. وأنا مالي بجوزك؟ وأنا جيت جنبه ولا جنب بيتك؟ مش هنلف وندوره على بعض. هاتي اخرك معايا، عشان انا اللي يوقف قدامي بدوسه. يا ريت، ماليش اخر، ما كنتش عايزه عنك ابدا. وانا بقى اللي يمشي ورايا يتعب كده ويشحر قوي زي ما بيقولوا. يا فريده بيت عبد السلام اخويا اتحرق يا عبد الحكيم بعد ما مات. تقدر تقولي بنته هتعيش فين وهتقعد فين؟ هتقعد عندي لحد ما اضرب البيت ويرجع احسن من الاول كمان. مفيش حاجه بترجع زي الاول يا عبد الحكيم.
كريمة عيني. أقول لك أنت عايز إيه؟ أنت عايز تاخدنا كلنا كده بربطة المعلم نقعد معاكوا في البيت، البيت اللي فيه جبرية اللي حرقت بيت أخويا واللي جوزها اللي هو حضرتك قتل أخويا. تقدر تقول لي البيت هتعيش معاكوا إزاي؟ ما تقول. حاضر حاضر يا عبد الحكيم حاضر. عارف إن اللي عملته ده جنان، بس أعمل إيه؟ تحسبهم في الشارع؟ أنت كان لازم تشوف لهم بيت تاني تقعدهم فيه، إن شاء الله حتى في بيت فريدة. تجننت إسحاق، بقى بيتي موجود، بيت العيلة، ويروحوا عند فريدة؟ بس فريدة دلوقتي مرت ولدها. هي بس البيت مش بيته. الحل في يدك. حل إيه؟ ما عادش في حل خلاص. لا في حل. فكرك وانا معاك دلوقتي، عقلي معاي، عقلي هناك في البيت، كل ما اطلع ولا ارجع احس اني سايب كريمه والبنات هناك، عارف اني بحط النار جنب البنزين وما عارفش ايه اللي ممكن يحصل. وهتعمل ايه مع جبريه؟ هعمل ايه؟ اقتلها؟ يقولوا قتل مرته، احرقها ولا بلغ عنها ويدخلوها السجن؟ تصدقت الكلام اللي قالته كريمه ولا ايه؟ والله خايف اصدق. ساق ايه؟ وصلني مالك؟ مش عارف، حاسس اني تعبان. الف سلام عليك يا عبد الحكيم. تعال 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 أخوي.